ماشي. المحاضرة الأولى ليكتشر 1 بسم الله اتكلمنا فيها يعني إيه كمبيوتر أركيتكشر، اتكلمنا يعني إيه كمبيوتر أورجانيزيشن، وبعد كده اتكلمنا على الكتب دوري كمبيوتر أركيتكشر تمام، وعرفنا إن في عندنا حاجة اسمها فانكشن وحاجة اسمها استراكشر. كل ده نظري مش كافي جاي بس يا جماعه بس مش جاي نظري على قد ما انا فاهم الكونسيبت مش فاهم ايه في الحته. فاحنا الجزء ده كله مهم مش مهم بس مش معانا مهم في الفاينل جاي في الفاينل يعني، انما الميد تيرم مش هيجي مثلا ايوه بالظبط. قلت ايه ازاي يعني؟ قلت كده خلاص ما كنتش عارف اتاكد المعلومه. ماشي المهم ده اللي احنا خدناه مين؟ ريتشارد 1 المحاضره الاولانيه ريتشارد 2 انا نشوف المحاضره الثانيه احنا خدنا فيها ايه؟ المحاضره الثانيه على الفيرست جينيريشن بتاع الكمبيوتر والسكند جينيريشن تمام والثيرد جينيريشن، واتكلمنا على حاجه اسمها فون نيومان دي كانت مهمه في ايه في المحاضره. انا عندي فون نيومان كمبيوتر او ماشين، اتفقنا وقتها ان احنا قلنا الاستراكشر بتاعه اللي لسه مستخدمينه وشغالين عليه لغايه دلوقتي اللي قلنا هو الكمبيوتر ده كانوا مسمينه اي اي اس ماشين او كمبيوتر. الاستراكشر بتاعه اللي قلنا احنا شغالين عليه لغايه دلوقتي ميموري وهاي او تنبت اوت ديفايسز، وعندنا هنا ده اللي هو كان مين؟ السي بي يو. وقلنا السي بي يو ده مقسوم لايه؟ لحتتين اريثماتيك لوجيك يونت وكنترول يونت او كنترول سيستم سي سي يعني دي كده دي كانت اسمها سي سي. في الكمبيوتر ده ابتدينا نشرح ان هو بيتعامل ازاي مع الانستراكشن نفسه. اتفقنا ان فون نيومان ده اول واحد قال ان انا هعمل بروجرام ستورد في الميموري، يعني برنامج متخزن في الميموري. واتفقنا ان الكمبيوتر بيروح عايز ينفذ برنامج معين يروح جاي رايح على الميموري يقول البروسيسور يقول له البرنامج عندك متخزن بدايه من السطر الفلاني. فاتفقنا ان انت عندك ميموري بالمنظر ده فيها ادرس متقسمه لشويه ووردز كده هنا دي الكونتنت بتاعه الميموري او القيمه اللي متخزنه جوه الميموري في الادرس الفلاني، يعني مثلا سي لو قلنا ده الادرس 300 وقدام منه متخزن 0A3F هيكس طبعا، يبقى انت عندك هنا متخزن الداتا اللي متخزنه 0A3F دي كده ايه؟ الداتا
متخزنة فين؟ في الأدرس 300. كل وورد موجودة في الميموري ليها أدرس. دلوقتي أنا جاي أحجز لوكيشن في الميموري اللي هي الوورد دي، تمام؟ بالأدرس كام اللي موجود قدامنا. حلو كده؟ هون يوما قال لنا إيه؟ قال لنا إن أنا البرنامج بتاعي أنا هخزنه في الميموري وأروح أستدعيه. فقال لنا إيه؟ فقال لنا دلوقتي أنا عندي الوورد بتاعتي، ومهم قوي بقى الكلام اللي هتقوله ده، تمام؟ عندي الوورد حاجتين، داتا او انستراكشن اللي هو امر. لو داتا، لو انا قلت لك الوورد 16 بت يبقى من 0 و 15 بت. الوورد لما انا اقول لك الوورد السايز بتاعها كذا، الوورد ده ثابت للداتا والانستراكشن. اكيد في المساله مش هقول لك الوورد داتا كذا والانستراكشن كذا، لكن جت دي عرفتها في الداتا تبقى هي نفس اللينس بتاع الانستراكشن. يعني انا ممكن اديك اللينس بتاع الداتا الوورد 16، تمام، واجي اقول لك الاوبوت 4 بتس. تلقائي تفهم ان الادرس كام؟ 16. شغل الوقت 4، عشان احنا قلنا الكلام الاول. عندي هنا الاوب كود وعندي هنا الادرس، يبقى انا عندي دلوقتي الوورد 6. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك الوورد 16 بت او كمبيوتر 16 بت، يبقى الوورد بتاعتك كام؟ 16. يبقى من 0 ل 15 ده الوورد. الداتا هتبقى من 0 ل 15. ليه؟ الداتا بتاخد كل الوورد، كل اللينس. طب الاكستراكشن يبقى في جزء منه هوب كود وجزء هوب كود. ده يوصل مين؟ يوصل الانستراكشن اللي انت هتنفذه. حلو كده؟ يبقى انا لو جيت قلت لك في المساله ان انا الانستراكشن ده انستراكشن وورد عندي هوب كود 4 بت، يبقى من 0 ل 3. ايوه. الادرس بتاعي هيبقى كام؟ يعني هنا كده كام؟ 4 بت هوب كود. طب الانستراكشن بقى بتاع الانستراكشن 12. ليه؟ على افتراض ان انا الوورد انا قلت لك ان هي 16، يبقى انا في الحاله دي ال 4 بتس بتاعت الاوب كود من 0 ل 3. ال 12 بت 4 15. واضح الكلام ده؟ فالمعرفه بيقف في حاجات صغيره، تمام؟ كونسيبت ده اتفهم؟ حد وقع فيه؟ واضح؟ عشان انا مره واضح؟ ماشي واضح؟ تمام. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان انا عندي الوورد اللينس بتاع الوورد، ما فيش كمبيوتر بيقطع وورد، يعني انا مش هشتغل مع انستراكشن بلينس ومع الوورد داتا بلينس. الوورد اللينس بتاعها ثابت على الاثنين. يعني لو جيت في المساله والديتا كمبيوتر 16 بت، يبقى انت عارف ان اللينس بتاع الايه؟ 16 بت. في الداتا هم ال 16، في الانستراكشن وجزء منها اوبن وجزء منها ادرس، على حسب ما قلنا الاوب كود كان 4 ولا 8 ولا ايا كان. انت الكلام اللي احنا بنقوله في المحاضره انا بفهمك، في الامتحان بتمشي على المكتوب. يعني ايه؟ استنى ممكن يبقى الامتحان مش ستوب. يعني ايه؟ يعني انا ما باجيش اقول لك انا قلت لك هنا الوورد 16 يبقى هي خلاص 16 مش هتتغير، لا، الوورد ممكن تبقى 24 تبقى 18 تبقى 30 36 ايا كان، هقول لك عليها تمشي عليها. انت فاهم كونسبت وبتنفذ. اللينس في الداتا هو اللينس بتاع الانستراكشن كامل. الانستراكشن بيتقسم لحتتين، حته اوب كود وحته ادرس. السؤال الاولاني ده وبرجع لك. الادرس بعد ما نشيل الكود. اه تمام. طب مثلا لو هو جاب اكتر من كود، يعني عندنا منه واحد صح؟ انت عندك في منه واحد. انت عندك في اثنين. قصدي هو الرام والرام.
بص دي انا بس هتكلم عليها في الفتره الجايه، هتكلم عليها في الفتره الجايه. انت عندك الميموري من الى، حلو كده؟ مش فاضي. لما باجي انا اهتم بهتم في السؤال بحته معينه او حتتين من الميموري، فممكن اديك حته فوق وحته تحت، باقي الميموري انا مش مهتم بيها في السؤال. فلما باجي اعمل لك جدول في حتتين، دي الجزء الاولاني اللي انا هستخدمه والجزء الثاني هستخدمه، مش هختار الميموري كامل، حلو من الميموري كامل. وصلت؟ قلنا الوورد بس هو اللي 16 24 حاجه صح؟ لازم احطه في الجزء ده، عشان هو ده نفس لازم. لو انا جيت في السؤال قلت لك الوورد 16 والادرس 12 يبقى اللي فاضل مين؟ لوكو. ما هو بص احط كل حاجه ما تتكررش. انا لو قلت لك لوكو 4 والادرس 12 انت هتلاقي الوورد ده 16. لكن مش هاجي اقول لك في كذا وفي كذا وفي كذا، لا لازم معلومه انت تجيبها. اه تمام ماشي ماشي. طيب لحد كده حد عنده مشكله؟ لا طيب الميموري بقى، الميموري دي انا بأسسها او بعملها اكسس ان انا اروح اجيب منها او احط فيها بناء على ايه؟ على الادرس صح؟ لو انا جيت قلت لك الادرس بتاعك ده 12 بت، فيبقى انا في الحاله دي اول سؤال اساله لك الجوجراف كاونتر كام بت؟ 12. يبقى الجوجراف كاونتر ده مين؟ ده ريجستر اللي بحط فيه عنوان، عنوان الانستراكشن اللي هروح انفذه سكر الجدول. فبروح العنوان ده الميموري اجيب الانستراكشن واحطه في الاي ار اسمها ايه؟ الفيتش، الفيتش سايكل او الفيتش انستراكشن سايكل. انا دلوقتي لما باجي انفذ امر في اثنين سايكل، السايكل الواحده بتاعت تنفيذ الامر مقسمه لاثنين، واحده فيتش واحده اكسكيو. الفيتش اللي اروح اجيبه من الميموري واحطه في الانستراكشن ريجستر اللي هو الاي ار. مسافه ما جبته من الميموري لوك كول حطيته، او الامر كله بقى اللي انت شفته بس الامر كله متخزن في الميموري ده واحطه في الاي ار، يبقى انا كده خلصت الايه؟ الفيتش الاكسكيوت، ان انا ابتدي افسر الامر وانفذه. تمام كده؟ طيب الميموري بتاعتي دي دي ايه؟ اكسس عن طريق مين؟ من ادرس صح؟ يبقى انا اقدر احدد السايكل بتاع الميموري ازاي؟ الادرس اللي عندي ادرس بيتس 2 اس الادرس بيتس، او لو جيت قلت لك الجوجراف كاونتر بتاعك 12 بت، ما هو مين؟ الادرس. يبقى انا في الحاله دي اقدر اجيب اللينس بتاع الميموري من الى صح كده؟ يبقى انا عندي 2 اس 12 دي اللي هي كام؟ 2 اس 2 مضروبه في 2 اس 10. ال 2 اس 10 دي اللي هي مين؟ كيلو بايت، كيلو بايت 2 اس 10 كيلو، يبقى دي 2 اس 2 4 كيلو بايت. وصلت كده؟ بس ازاي انا بحسبها؟ ده على اختلاط مين؟ الويتس بتاع الميموري 1 بايت، يعني ثواني كده. تمام كده؟ طب لو انا الويتس ده مختلف، يعني ايه مختلف؟ يعني ما بقاش 8 بقى 16، 16 بت معناها ايه؟ معناها 2 بايت، يبقى ساعتها 2 في 2 في 4 كيلو، 8 كيلو. طب لو عندي ويتس ده 3 بايت، يبقى 3 في 2 دول صح؟ احنا عندنا ميموري جوز صح كده؟ فاجي اقول لك انا الميموري دي كام كيلو بايت؟ دي ساعتها احنا لما بنعمل حاجه زي كده يبقى عندك الميموري دي اكتر من بنك، ما سمعتش عن كلمه بنك دي؟ اه ميموري بنك اللي هي كانها ايه؟ كولومز جنب بعضها. البنك الاولاني، البنك الاولاني 1 بايت، البنك الثاني 1 بايت، البنك الثالث 1 بايت. انا ساعتها لو جيت اتكلم ان انا عندي الميموري دي 1 2 3 بايت، الرو الورد بتاعته 3 بايت. المهم عشان اخش تفاصيل نطفي عنها شويه. فلو انا عندي الميموري دي متقسمه
3 بايتس يبقى انا عندي الميموري المحسن ادرس بتاعها او السايز بتاعها كام؟ الكولومز في الروز صح؟ الرو كام؟ 3 بايت صح؟ هضربها في كام رو؟ في كام رو؟ اللي هم 12 اللي هم 4 كيلو يبقى 3 في 4 ب 12 كيلو. فهمتوا الحته دي؟ وضحت؟ من الاخر على حسب اللون اللي بيستخدمه. تمام؟ حسب شغالين ميه. خلاص كده؟ فانت عندك لو دول مش بايت واحد بس اكتر من بايت الديفولت بايت فاهم؟ لو انا ما ذكرتش ان البورد متغيره فالديفولت بايت. طب لو اكتر كده تذكر عدد المرات. ايه؟ كده تذكر العدد. لو يعني انا دلوقتي مثلا لو افترضت لك دلوقتي ان انا البورد عندك هنا كام؟ 16 ماشي. 16 دي معناها ايه؟ 2 بايت. 2 بايت؟ 2 بايت. تمام كده؟ لو هي 8 لكن لو هو طالما دي 16 يبقى انا الورد اللي اخذتها في الميموري 16 يبقى مقسمها لكام بايت؟ لاثنين. يبقى هجيب الطول في مين؟ في العرض. صح كده؟ العرض بالنسبه لي 2. الطول اللي انا هجيبه اللي هو 2 اس 12 ده اسمه ايه؟ ادرس سبيس. خلينا بقى المسميات دي. ادرس سبيس. حلو كده؟ ده الطول صح؟ ننسى اسمه ادرس سبيس. لو انا جيت قلت لك الاوت بوت 4 بت في عندنا حاجه اسمها ايه؟ انستراكشن سيت. يعني ايه انستراكشن سيت؟ يعني انا عندي دلوقتي الانستراكشن سيت دي معناها ان انا عندي المجموعه بتاعتي دي عدد الاوامرز اللي عندي. يعني انا عندي هنا مثلا 4 بتس صح؟ يبقى 2 اس 4 يعني انا عندي كام امر اقصى عدد من الاوامر اقدر اخزنه في الميموري للبرنامج اللي انا هنفذه. 2 اس 4 بيعتمد على مين؟ على عدد الاوامر بتس. لو انا عندي هنا 4 يبقى اقصى عدد ممكن 2 اس 4 يبقى 16 امر. طب لو عندي 3 بت يبقى اقصى عدد 8. لو عندي 5 32. يبقى ده كده بنسميه ايه؟ انستراكشن سيت. يعني انا ممكن انا اسالك كده واحكيلكوا احكيلكوا بقى مع بعض دلوقتي. طيب في حاجه ثانيه بقى مهمه ان انا عايز اسالك عليها ومش هسالك. دلوقتي احنا اتفقنا اللي بيربط ما بين الميموري والسي بي يو والاي او باص. تمام؟ داتا باص او ادرس باص او اي او باص بس هي في الاخر هي ايه؟ ادرس وزاد. الباص ده عباره عن ايه؟ شويه وايرز اسناك. طيب هل ممكن الاسناك دي تبقى حاجه تانية غير السلك؟ اه ممكن تبقى المالتي ميكسر. اه انا كنت قلت لك في السؤال الاولاني هنا ده كان سؤال من ضمن الاسئله ده السنه اللي فاتت على طول يعني مش من بعيد. حد عايز يكمل بقى خمسه؟ الاولاني بيقول لنا ايه؟ المهم السؤال ده جه في المنتال جه في الفاينل ما اتحلش من الترم ولا حاجه. بص يقول لك عندك ديجيتال كمبيوتر ريجسترز. كل ريجستر مكون من ايه؟ من 7 بت. يبقى انا عندي هنا من ار 0 ار 1 الى ار 8 ايوه ار 2 لحد ار 8
كانوا كده كل ريجستر منهم مكون من 0 ل 6 اللي هو 7 بيتس 7 بيتس. دلوقتي تقرا السؤال هتلاقي الاجابه موجوده. حلو كده؟ قال لك ايه؟ Any of them can be used as a source of transfer. يبقى انا سورس دي معناها ايه؟ مصدر. يعني معناها ايه؟ ان انا باخد منه المعلومه. حلو كده؟ لكن ما برجعلوش معلومه. ديستنيشن اللي انا يعني كده انا بعمل لود منه. باخد منه. لكن مش بعمل ايه؟ مش بحط فيه. حط فيه لا ايه بالظبط. تمام كده؟ ثرو ايه؟ كومان داتا باس يعني الداتا باس بتاعهم ثابت. هاويفر اونلي 6 منهم بس 6 بس منهم ممكن استخدمهم كايه؟ كديستنيشن. يعني انا ممكن استور في ايه؟ 6 بس. ده بس من الكلام اللي احنا بنقوله. يقول لك الباص ده لو الباص ده كونستراكتد بايه؟ كمالتيبلكسر. يعني ايه مالتيبلكسر؟ طب ليه مالتيبلكسر بالنسبه لنا؟ ايوه مالتيبلكسر كان عباره عن سويتش بياخد من الدخل ده كله واحد بس طلعه فين؟ في الاول. فكنتوا فاكرين كانت الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ كان اثنين اثنين كان اثنين في ثمانية استنى هو واحد اثنين بس ايه؟ بس ام الام ده لو بزيرو يبقى انا عندي اثنين بس واحد وزن الوزن ما ينفعش زيرو زيرو واحد يعني اثنين في واحد ان انا عندي اثنين انبوت اللي هو الـ A والـ B واخد منه ايه؟ أوت واحد. أو 2 أس 2 اللي هو 4. أو 2 أس 3 اللي 8. أو 2 أس 4 16. أو 2 أس 5 يبقى ده كده ايه؟ المالتيبلكسر. يحول من الدخل ده لخارج واحد بس. طيب. الدخل بتاعه كام؟ 2 أس M. حلو كده؟ طيب. يبقى انا في الحاله دي بيقول لك لو الداتا باس بتاعك ده مكون من ايه؟ مكون من مالتيبلكسر معناها ايه؟ ده بقى اللي كان المفروض ان انت تحلله واحده واحده. بص يا سيدي انا عندي هنا كام ريجستر؟ تسعة. يبقى هيخرج منه كام سلك؟ تسعة اسلاك. واحد اثنين ثلاثة لحد التاسع صح كده؟ المطلوب ان انا في كل مرة اخد كام بت؟ سبعة بت. سبعة بت. عندي المفروض ثلاثة زيرو من دي 6 ودي 0 ودي 6 دي 6 حلو كده؟ يبقى انا في كل مره هاخد من دي 0 لدي 6 صح كده؟ صح. يعني انا في كل مره انا عايز البت رقم 0 لحد البت رقم 6 بت 0 بت 1 بت 2 بت 3 لغايه بت 6 صح كده؟ انا عايز 6 مش ايه؟ انا عايز 6 بس يعني ده البيتس ويتس الداتا الوورد تمام؟ فانا هنا محتاج مين؟ ستة البيت الزيرو البيت واحد البيت اثنين البيت ثلاثة البيت أربعة البيت خمسة والبيت السادسة صح كده؟ صح؟ فأنا عايز أعمل إيه بقى؟ عايز في كل مره هختار ريجستر واحد بس اللي يشتغل صح كده؟ فالريجستر واحد هيشتغل ده محتاج ايه؟ محتاج في كل بت من دول يطلع لي البت المقابله من الريجستر صح؟ يبقى انا في الحاله دي لما قلت لك الداتا بس اشتغل مالتيبلكسر معناها ايه؟ معناها ان كل سلكه هيحط عليها ايه؟
مالتيبلكس انا كده يبقى انا محتاج 9 مالتيبلكس. لا 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 كل جهاز في الاخر محتاج في الاخر كام بيت يطلعوا لي؟ واحد شغل ده 6 بس وده شغل على 6 وعلى 7 بت. يا جماعه بصوا الورد عندي هنا كام؟ 7 بت. 7 بت يبقى انا بنقي داتا ايه؟ بنقل داتا قد ايه؟ 7 بت. الورد عندي كام؟ 7 بت. 7 بت السبع بت دول اللي هتخزنوا في الميموري بتاع الوقت اللي هيعمل البروسيسور اللي هيطلعوا الاي او. يبقى انا بيتحرك مين؟ 7. يبقى الداتا باص عندي عباره عن ايه؟ عدد مين؟ داتا باص عدد مين؟ بتس مستخدمه جوه الورد اللي هم السبعه. انتوا بتحكوا ليه؟ صح؟ صح؟ يبقى انا دلوقتي ما بديش ادرس، انا دلوقتي بتكلم داتا. فرق ما بين الداتا وما بين الادرس. بقول لك دلوقتي انا بنقل داتا. داتا يبقى البنس بتاع مين؟ بتاع الورد. الورد عندي كام بت؟ 7. كل ريجستر منهم 7 بت. الداتا بتتنقل لي 7 بت. صح كده؟ يبقى انا محتاج كام مالتيبلكسر؟ 7. يبقى ده كده اولا بمجرد ان انا قلت لك لو الباص كونستراكتد ويز مالتيبلكسر يبقى انا على كل بت محتاج مالتيبلكسر. صح كده؟ تمام. يبقى كده ده السؤال الاولاني. يبقى انت كده خدت ضربتين ونص. ادي ب 7 كده خدت 7 سبعة مالتيبلكسر بس. بس كده. السؤال الثاني بقى ده قال لك بقى وات ويل بي ذا سايز اوف ايتش مالتيبلكسر. بس ايه السايز بتاع كل مالتيبلكسر بقى؟ تعالى بقى بص يا سيدي انا عايز دلوقتي استنى بس عايز دلوقتي كام بت؟ 7. صح؟ طيب السبعة بت دول انا هخلي ليه لكل بت دي كده دي نور. تمام. ونفس القصه هيبقى الدي 1 الدي 2 الدي 3 الدي 4. انا باخد من مين؟ ده السؤال. فين النص؟ هو قال لك ايه؟ قال لك سورس. سورس. سورس منهم كام؟ 6. 6. 6 بس اللي فاز. 9. اني اوف زيم 9. كان في اشاره على انه ايه؟ سورس. تمام. مالتي بلكسر صح؟ يبقى انا في الحاله دي هوصل بكام ريجستر؟ 9. 9 من ار نود ار 1 ار 2 لحد ار 8. والاوت هو هيطلع في نفس الاوت بتاع الداتا زيرو. هيطلع للداتا زيرو. ليه؟ لان بيت واحده. ليه ار زيرو؟ فدول كده هيبقوا متوصلين. متوصلين فين؟ بيت الزيرو هنا، بيت الزيرو هنا، بيت الزيرو هنا، بيت الزيرو هنا، يعني انا واخد السكه من بيت رقم زيرو في الار نود. السكه اللي بعدها اهي عشان تبقى واضحه. بيت الزيرو بتاعت الار 1؟ اهي الدي زيرو الدي زيرو الدي زيرو واخد الدي زيرو بتاعتهم كلهم. ايوه بالظبط. عشان اطلع سلك واحد اللي هو الدي زيرو. عشان اطلع الدي زيرو واختار منه بقى اخد انهي بيت في دول طبقا لانهي ريجستر اللي متاكد معاه. تمام كده؟ فيبقى انا في الحاله دي انا عندي هنا كام دخل؟ 9. 9. 9. طب انا عندي المالتيبلكسر في 2 اس ام 2 اس 9 ينفع؟ هنا دول دول كده 9 حالات. 9 حالات دول كده 2 اس كام؟ 2 اس 4. ليه؟ لان دي واقعه ما بين 2 اس 3 و 2 اس 4. 2 اس 3 ب 8. يبقى في عندي بيت مش ايه؟ في عندي ريجستر مش متوصل. باخد اللي بعده 2 اس كام؟ 2 اس 4. يبقى انا المالتي بلكسر كل واحد هيبقى 16 في 1. مش هادي هنا برضه. هيبقى عندك هنا في الحاله دي عندك هيبقى عندك في الحاله دي عندك في الحاله دي انت موصل 9 ارجل بس والباقي مفيش 2 اس 4. ايه؟ مفيش فلوس حاجة في المدرسة. ايه بالظبط؟ عشان الشباب. 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 ايه بالظبط؟
بيت اول بيت في التسعه تمام. يبقى انا دلوقتي عندك تسعه ريجسترز، تسعه كيسز مختلفين، ناين كيسز مختلفين. في عندك حاجه مين اس كذا في التسعه، التسعه دي واقعه ما بين مين؟ ما بين 2 اس 3 و2 اس 4. يبقى انا اخد 8 في 1 ما ينفعش، في عندي كده ايه؟ الريجستر مش متوصل. ياخد اللي بعده اللي هو 2 اس كام؟ 4 اللي هي 16. يبقى المالتيبلكسر بتاعي كام؟ 16 في 1 لكل واحد. اللي بعده المالتيبلكسر اللي بعده هيبقى نفس الكلام بس بدل 0 يبقى دي ايه؟ دي 1 دي 1 وهكذا بالنسبه للكل. انا قلت 16 في 1 يا دكتور صح؟ كل المالتيبلكسر في 1 يا دكتور. ايه؟ دي عددهم اللي هم عدد البيتس اللي استخدمهم. عارف هتبقى سهل كام؟ 16 في 1 بتاع كل دكتور. هو ده فصل يعني ما بيجيش كده. لو معلش لو معلش ايه لكل مرتي بريكسر اوف ايش مرتي بريكسر أنا اه لو معليش لو هل ينفع عشان عارف هل ينفع لا هو لا مش قصدي هو قال عايز السايز بتاع كل مالتيبلكسر لازم السؤال دي كل مالتيبلكسر كل واحد مش كل واحد يوصل هل ينفع تعمل مالتيبلكسر واحد لكل؟ لا لا مستحيل دي بتاع دكتور كان صح كده؟ الوورد دي ليها لينس. اللينس ده زي ما اتفقنا ممكن يبقى 8 16 صح اي عدد في المعاني ماشي كده؟ العدد اللي هيجي لك هتشتغل عليه حلو كده؟ فانت اللينس بتاع الداتا اللي عندك عباره عن ايه؟ عباره عن اللينس بتاع الريجستر، عباره عن اللينس بتاع الوورد اللي موجوده في الميموري. يعني من الاخر دي الداتا اللي بتتباعد بتاعت كام بيت على حسب ما قلت. هنا في السؤال اللي انا قلته لك قلت لك كام؟ قلت لك 7 بيتس. الورد عندك كام بيت؟ 7. دي اللي بتتنقل حلو كده؟ تتخزن بمعامل حسابيه ترجع تروح دي المهم هي دي اللي رايحه جايه دي البيتس. البيتس دي من دي من دي مود دي كام؟ عدد بس عدد 7 بيتس. البيت الاولانيه في الثانيه في الثالثه عند البيت السبعه عندنا هنا في اللامين الشرط دي لما ايه دي الاولانيه دي زيرو دي الثانيه دي لحد دي زيرو ده كده الداتا اللي منقوله يبقى ده كده اللينس بتاع مين؟ الوورد صح كده؟ يبقى ده نفس اللينس بتاع مين؟ بتاع الداتا بس ليه؟ يعني الداتا بس عندي ده الشارع اللي بمشي فيه يقدر يشيل كام بت؟ 7 صح كده؟ جيت قلت لك بقى لو انت عندك الشارع ده مقسم الداتا باص ده مقسم لسلوك لو قلت لك كل سن ممثل بمالتيبلكسر عايز كام مالتيبلكسر؟ 7 على قد 7 احط على كل بيت موصله بالسورس بتاع المعلومه اللي هو ريجستر مالتيبلكسر ده انا هاخد منه المعلومه عشان الوقت انا هاخد بص دول اللي انا هاخد منهم عشان هاخد اودي في حته وارجع ده سورس ده انا باخد منه المعلومه تمام؟ دول كده كام؟ 9 كل واحد 7 بت كل واحد 7 بت 7 فانا محتاج كام؟ 7 مالتي بلكسر وهوصل دول على كل بت ليها مالتي بلكسر منفصل يبقى الانبوتس يدي نود من كل مالتي بلكسر يبقى داخل المالتي بلكسر كام سن؟ 9 داخل 9 هنا لما 9 بجوز اللي هيخرج لي بنت واحده من كل واحد على حسب على حسب انا منشط ار 2 مثلا يبقى انا هاخد من ار 2 هاخد من ار 2 من دي نود لدي ايه؟ لدي 6 من ار 2 من ار 2 يعني هاخد في دي نود الاولانيه
دي النقطه الاولانيه. الانبوت اللي جاي من مين؟ من ار 2. دي واحده اللي بعدها البيت اللي واقع رقم 1 اخدها من مين؟ من دي 1 اللي في ار نود. اللي بعدها دي 2 من ار 2، قصدي من ار 2 مش من ار نود، ار 2. بعد كده دي 3 من ار 2، دي 4 من ار 2 اهو، لحد ما اكمل الورد كامل. افرض ان انا هشتغل على الريستر تاني، هكتب الار الثانيه واخد من دي نوت لدي 6 من نفس الار. مثلا هكتب 4 4 4 هاخد، لا لو انا هكتب ار 4 مثلا هنا اهو، يعني الريجستر رقم 4، الريجستر رقم 4 ده متقسم 7 بت، 7 بت، يعني الداتا اللي جواه 7 بت. فانا عايز اخد البت، انا مش هينفع اخد محتويات حته من الريجستر ده حته من الريجستر، لا انا باخد محتويات الريجستر كله. فباخد الداتا اللي جواه كلها اللي هي 7 بت اللي جواه، فاهمني؟ فانا باخد ايه؟ باخد الورد كلها على بعضها. فباخدها ازاي؟ باخد دي على المالتيبلكسر الاولاني فطلع لي دي نوت، باخد اللي بعدها على المالتيبلكسر اللي بعده طلع لي دي نوت، وهكذا. اللي بيحصل بقى اللي بيحصل ان انا هنا دي المفروض دي 7 ودي دي نوت. ليه بقى؟ انا شغال دي سيجنيفيكانت ونص سيجنيفيكانت، ايا كان جات لك كده جات لك كده مش قضيه، القضيه كلها ان انا باخد من ايه؟ من دي نوت ودي 7 ودي 6 دي 7 يبقى عشان هم 7 بت. وصلت المبدا اتفهم؟ لو قلت اللي هو قال مثلا هو ما يشتغلش 6 بس مثلا شغال 12 هتلعب 9 و12 مش هشغل 2 يا عم واحد؟ لا، في كل مره باخد بيت واحد. ليه؟ باخد ريجستر واحد ليه؟ يعني باخد محتويات ريجستر واحد مش هاخد محتويات ريجسترين. يعني لو محتويات ريجستر واحد هيبقى يا ابني اسمعني اسمعني مش احنا طول عمرنا بروح اخد الوورد اللي موجوده في المكان دي على بعضها. طيب الوورد دي لو هي مثلا عندنا هنا 7 بت، هاخد بت واسيب الثاني ولا باخد السبعه؟ طيب هاخد السبعه ازاي؟ البت الاولانيه على المالتيبلكسر الاولاني خدت البت الاولانيه، البت الثانيه دي وصل على المالتيبلكسر الثاني خدت البت الثاني. المهم ان انا اخد السبعه كلهم من ريجستر واحد. ما ينفعش ان انا اقطع زي ما انت بتتكلم. هو وحتى لو 12 او 12 هي 12 في ريجستر في الانبوت هو ماشي اللي هو اللي هو شغال 6 بس، هو هنا اللي شغال 6 دي حاجه ثانيه لسه هتكلم عليها. انا بتكلم دلوقتي ان انا قلت لك كلهم يستخدموا كسورس. لو 9 دي كانت 12 يا قصدك يعني؟ وانا بتكلم على اللي بعدها 6 اللي بعدها دي حاجه ثانيه ثانيه فهمني ثاني لسه هقول. يعني الاولاني لحد هنا السؤال خلص وانا ما استخدمتش دي. هو هنا هنا في ريجستر مش هنلاقي كده مش هنلاقي كده مش هنلاقي كده مش بس بص انا بتكلم دلوقتي انت كنت نايم لا انا معاك بس هي الدنيا لحظه انت فهمت ايه؟ فهمت ادي ريجستر وعايز بيتس واحد البيتس اللي هو بيتس واحد ياخد واحد ريجستر بالتسع مع المالتي بيتس اللي تحت مع واحد اللي هو السبع بت اللي استنى يا شباب على الجنب وخد ثانية استنى بس ثواني ثواني قول تاني كده ما سمعتش والله الريجستر ده هم تسع اخد منهم واحد مع واحد مالتي بيتس اللي تحت مع اللي هو واحد اللي هي واحد السبع بت توصل للمالتي بيتس مش عارف ولا الدنيا بس لا هقول اه هنعيد تاني اخر مرة هنعيد تاني اخر مرة وسكوت بقى خالص. السؤال بيقول لك انا عندي 9 ريجستر يبقى عندي من ار نود لار 8 لما باجي اخد داتا باخدها على بعضها الورد كامله من ريجستر واحد ايا كان مين فيهم. فانا بعمل ايه؟ باكتف في الريجستر الاول. حلو كده؟ حلو. التوصيله ازاي؟ انا عندي الداتا بس هو عدد البيتس بتاعه الورد يعني عدد البيتس اللي جوه الريجستر يعني اللينس بتاع الريجستر يعني كام بت؟ 7. يبقى انا اللينس بتاع الداتا بس هو اللينس بتاع الوورد هو اللينس بتاع الريجستر هو اللينس بتاع الداتا اللي هو كام؟ 7. فانا دلوقتي عايز يخرج لي على الداتا بس يعني انا دلوقتي هنا ده كده يا عم الحاج ده كده جوه الميموري او الريجسترز اللي جوه مين؟ جوه البروسيسور.
طلعني على داتا بص ده رايح مثلا الميموري حلو اللينس بتاع الداتا بص ده كام بت؟ سبعة صح كده؟ يبقى انا عايز يخرج لي هنا سبعة بت اللي هما من دي زيرو لدي زيرو السبعة بت دول مبصين على سبعة ايه؟ سبعة واير السبعة كابلات سبعة كابلات صح سبعة اسلاك لو قلت لك ان كل ست دول متوصل على مالتيبلكس يبقى انا عايز الخارج هنا خارج هنا السبعة فور طالع واحد على الدي ون بت الاولانية واحد تاني طالع على دي ون واحد تالت على دي تلاتة واحد لحد دي ستة يبقى انا عندي كام مالتيبلكسر؟ سبعة بس كانت السؤال الاول بس يبقى الاجابه فين؟ السؤال بس انت قريت السؤال كويس ولا ما قريتوش؟ ما قريتوش لو انت قريت السؤال كويس الاجابه في السؤال صعبه مش صعبه السؤال الثاني ده والسؤال الثاني ده كمان انا كنت حاطط عليه بونص لان كنت متاكد ان مش معظم الناس بتعرف تجاوب سبعه ممكن ما تفتكرش ما تجيبش انا كنت حاطه بونص يبقى انا دلوقتي السؤال الاولاني بان عدد المالتيبلكسر السؤال الثاني بقى كان السايز بتاع المالتيبلكسر كام في كام كل مالتيبلكسر كام في كام انا استخدمت دلوقتي سبعة مالتيبلكسر كل مالتيبلكسر مكون من شويه انبوتس طلع اول اوت يبقى الانبوتس اللي راكباني هنا مين؟ الريجسترز اللي التسعه التسع حالات دول انا في عندي مالتيبلكسر السايز بتاعه 2 اس مضروب في 1 يعني يطلع معاك سلكين يطلع 4 يطلع 8 يطلع 16 32 انت طالع هنا عندك دول كام؟ 9 يعني وقع ما بين كام؟ 8 و16 صح كده؟ هاخد ال 8 ولا 16؟ 16 ليه بقى؟ عشان انا عندي 9 فال8 هتبقى سايد 1 فانا هوصل لكام؟ اخد ال 16 واحط الباقي كام؟ 4 وصلت كده؟ وده كان اجابه السؤال الثاني اللي هو 16 يعني اجابه السؤال كله خش على بعد يا دكتور بس عشان نلحق امال ايه السؤال الثاني؟ السؤال الثاني كان بيقول لك ايه؟ يديك الراندم يديك الادرس خمس اصفار لخمسه اربع استات بيقول لك ايه السايز بتاع الميموري دي لو الميموري لوكيشن 2 بايت نيم بايت تمام ده هو السؤال يبقى دي كده نحسبها ازاي؟ نيم بايت اس الرقم 256 اس 56 ايوه ليه بقى؟ اساله بقى ليه بقى يا دكتور كده؟ اساله ايوه اساله ليه؟ 256 2 اس 12 16 انا اصلا بتاع 16 لا 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 صبر نيم بايت 16 وبعد كده بجيب الويز الادرس سبيس عندي هنا كام؟ 2 اس مين؟ الادرس تمام عندي كام بيت هنا؟ 2 بايتس يبقى 8 بيت 8 بيت الادرس سبيس 2 اس الادرس سبيس كام بيت؟ طيب
12 يا دكتور 23 ايوه ادي قولها ارقام قول انت حضرتك سنه ايه قولها اقرب شويه بس طب لازم اقرب اقرب كام بس استنى بس كده انت مصاب في قول يا مصاب قول يا مصاب كده 8 قول عشان المصريين 4 ايه ادي هنا 4 25 4 4 4 يعني كده 16 الخمسه دي بقى كده بص الله ثلاثة واربعة ثلاثة وستاشر تسعتاشر حلو كده؟ تمام طيب الميموري سايز بيساوي كام؟ الادرس في الويتس هتساوي الويتس اللي عندي اللي هو كام؟ 2 بايت تمام المظروف في كام؟ 2 اس 19 بيساوي كام؟ 2 اس 20 2 اس 20 يبقى كام؟ 1 جيجا بايت هو هيبقى في الاحتياط 1 جيجا؟ ايوه تمام احسن زي الفل انا ما بقراش امتحان بس بقرا شغال بس انا عامل فكره شغال حلو كده مش دي هسه شرحنا شويه تمام امال نلعب في ايه المهم خلصنا دي خلصنا الجزء الاولاني طيب البروجرام كاونتر هيبقى ايه بي سي نفس الادرس سبيس ده بصمجي ايوه ده بصمجي على نفس الادرس صبري ايه يا عم صبري ورا يا عم صح يا عم الحق في بونص بتاع غير صعب بس انت مش كده تعالوا على ايه نوت نفس الادرس معلش انا زيت في الهكس الهكس الديجيت مكون من 4 بيتس باينري يعني انت عندك الهكس من 0 ل 9 وبعد كده ال 10 اي ال 11 بي C D E F ده كده 10 11 12 13 14 15 يعني في نظام العشري بتاعنا مش ما عندنا البيس بتاعه كام 10 عشان كده مسمينه نظام عشري يعني من 0 لحد 9 2 3 لحد 9 فيبقى عندي حاجه اسمها احاد او وانس توس وفي عندي عشرات اللي هي تنس وفي عندي مئات اللي هي هامبل كده بص كده عندي هنشرح الاول على ده وبعدين افهمكم ده فهنا كان لو احاد في عندي من زيرو لحد كام؟ تسعه لو زودت واحد على التسعه ايه اللي بيحصل؟ احول واحد احط واحد هنا وزيرو في الاحداث واحط يعني كده دي كانها بتيجي كده بقى بص واحد زيرو ايوه افضل اكمل لحد واحد تسعه بعد كده زود واحد تديني واحد تديني زيرو وهكذا لحد ما اوصل كام؟ تسعه تسعه واحد ازود واحد واحد زيرو زيرو وهكذا فهمنا الفكره دي؟ طيب. نفس الفكره اللي عرفت بقى هنا يبقى وانس دي احاد تنز وهامبل حلو كده؟ هي طبعا مش بالشكل ده قوي بس يعني ايه؟ بس هو انا عشان افهمك دي ماشي؟ فيبقى عندك هنا من زيرو لحد اف اهو زيرو مش ده اسمه كان بيقول عليه بس 16 ايوه اف يعني 16 عدى هنا كنا بنقول بس ايه؟ 10 يعني 10 عدى اللي هو من زيرو لتسعه هنا من زيرو كام؟ اف اللي هو من زيرو 15 16 عدى يبقى من زيرو الاف زودت واحد بعمل ايه؟ رايح في
في الوانز حط واحد وزيرو، بعد كده اوصل لباي واحد اف، بعد كده زود واحد يبقى اتنين زيرو، وهكذا لحد اتنين اف، لحد ما اوصل لحد فين لحد ما اوصل ان انا عندي في العشرات اف وفي الاحاد اف، يعني اف اف ازود واحد يبقى هبتدي 100 يوصل معايا واحد زيرو زيرو لحد ما اوصل في الاخر ان انا عندي ايه اف 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 اف، والحد اللي عندنا دي كانت كام؟ 5 صح كده؟ يبقى انا هنا عندي نقول كده ايه؟ ده 4 ديجيت 4 ديجيت 4 ديجيت 4 ديجيت اللي هي 1 1 1 1 حلو كده؟ يقولوا كده 4 وحايد كل اف 4 وحايد للباينري تمام، يعني كل ديجيت اكسف مكون من 4 ديجيت باينري تمام كده؟ ايوه تمام. وقعت ولا لسه شغالين؟ شغالين تمام؟ حاجة وصل لحد مين؟ الخمسة، الخمسة دي كانها ايه؟ 1 0 1 مفيش حاجة هنا، يبقى كأني مستخدم هو المفروض تبقى 0 بس أنا 0 مش فارق معايا الشمال، يبقى أنا كده كام بت؟ 3. يبقى تعالى أحسب بقى هنا 4 ديجيت للإف و4 ديجيت للإف و4 ديجيت للإف و4 ديجيت للإف 4 في 4 16 والخمسة أقدر أمثلها في كام مالك؟ 3 و16 و3 19 وصلت؟ عندك اربع اسئله حلوين انا جيت زي ما قلت بقى ساعه قول يا رب بصوا فرينا عليك موضوع ثاني صحيح بيقول لك عندك كمبيوتر 16 بت مايكرو بروسيسور هابين 16 بيتس انستراكشن كومبوز يقول لك عندك هايبوثيتيكال 16 بيت مايكرو بروسيسور هابين 16 بيت انستراكشن. بص قال لك اول حاجه ايه؟ اول حاجه مايكرو بروسيس عندنا قال لك اولا هو في معلومه هنا مكرره بس انا في السوشيال ميديا هم مش هيفهموها عشان كده كررتها. استنى بس ايه؟ انا عندي اولا قال لك ايه؟ 16 بيت مايكرو بروسيس يبقى كده ايه؟ البورد كلها كام؟ 16 قال لك ايه؟ هابن 16 بيتس انستراكشن معناها عندي كم انستراكشن؟ 16 بورد عادي ليه عادي يعني ماشي فيرست 4 بيتس كونتين اوبكو يبقى عندي هنا 16 بيتس دي بورد جامده جامده في الاخر صفر ال يبقى كده من زين ادرس 15 15 15 ادرس 15 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 الحل كان السايز عندك اللي هو ال 16 بيت دي معناها ايه؟ 24 يبقى انا هنا الاول 2 بايت مضروبه في كام؟ في 2 اس كام؟ 10 ايوه 2 اس 2 2 اس اه ماشي ايوه 2 اس 2 يعني كده 2 اس 2 ايوه اه 8 كيلو ماشي
2 اس 2 2 اس 3 2 يعني 2 اس 3 2 اس 10 على 8 يبقى 1 2 اس 3 بدايه كام 16 16 كان كم بايت كم بايت 2 بايت يبقى 2 بايت يبقى دي كده كام 2 بايت اهو تمام مضروب في الاس كام بايت اللي هو 12 2 اس 12 يعني دي كانها 2 في 2 اس 2 يعني 2 اس 3 اللي هي 8 مضروب في 2 اس 10 اللي هي كيلو تمام 8 كيلو ماشي يعني خليك كده انا وزعت الاس بالرقم برقم اللي هو اللي ماشي تمام السؤال اللي بقى ايه يا دكتور انا عايز اعرف انت ده ايه عملية انا واحد عايز السايز بتاع المنتج يا بس سايز او بس اللي في نفس عايز البي سي كام 12 يبقى البي سي كام 12 طيب عندي كام بيتس او ميني بيتس ار مين فور انستراكشن ريجستر انستراكشن ريجستر حضرتك عندنا 16 اي ار انستراكشن ريجستر instruction register يا دكتور instruction register كامل لا ايوه ورد كام بقى كام بقى الاسلحه كام هنا 16 مش ورد كام 16 يبقى الاي ار الورد كام اللي هي 16 كده طب يا دكتور بتاع التليفون بقى بتاع البي سي عشان ما هي دي هو كام يعني البي سي البروجرام كاونتر البروجرام كاونتر ده مش اشتغلنا ولا ادرس يبقى كام بت يبقى انا عندي كده البروجرام كاونتر ده 12 بت وهنا ده 16 بت طيب كام انستراكشن هيبقى موجود اقدر اسجله موجود في الانستراكشن سيت 4 4 4 هو 16 انا عندي هنا اوتبوت 4 بت ايوه يبقى اكبر عدد من الانستراكشن 2 اس 4 ماشي خليها دكتور لسه 16 على طول زي المثال الاولاني تقريبا لا يا جماعه المراحل دي عايز تكون مش كان معدلها 4 بت هنا 16 حاله مختلفه اللي هو 0101 بعد كده صفرين بعدين ولا اربع صفار اربع محايد 8 صفار 8 محايد يبقى عندي كام حاله مختلفه؟ 16 يبقى نفس القصه انا عندي اقصى عدد من الاقوام اللي اقدر اخزنه في الايه؟ في الانستراكشن سيت 2 اس 4 16 امر 16 خانه تمام كده؟ اه داخل سؤال دكتور بإذن الله بصوا عشان احنا المخادي قلناها مره واثنين وثلاثه واربعه بصوا بس يقول لك ايه يقول لك عندي الكمبيوتر الكمبيوتر ده الورد بتاعته 20 بت وقال لك 4 بت وكوب يبقى انا فاضل الادرس كام 16 حلو كده بيدينا الادريسيز والكونتنتس الموجوده في الميموري يعني شكل الميموري طبعا في جزء هنا مش محتاجينه ما جيناش جنبه وجزء قبل منه محتاجينه ما جيناش جنبه وجزء بعد منه في الميموري محتاجينه ما جيناش جنبه عشان السؤال حد سالني قال لي يا دكتور هو ده كده اشمعنى دي مقطوعه لا
الميموري عندك كبيره. انا اللي بستخدمه في البرنامج بتاعي حتتين جوه. حلو كده؟ فانا عندي جزء داش ده الادرس ودي ايه؟ محتويات الميموري في اللوكيشن المقابل للادرس ده. حلو كده؟ عندي الادرس كام بت؟ 16. يبقى كام هيكسا ديجت؟ 4. الميموري الوورد كام بت؟ 20. 20. يبقى كام هيكسا ديسمال ديجت؟ 5. باكد على الحاجات دي كل شويه اهو. تمام؟ بيقول لك ايه بقى؟ بيديك الاوامر دي وبيقول لك ان كل اوب كود ده اللي بالبت اللي بالباينري بت يمثل الامر ده. فاجي اول حاجه اعملها اعمل ايه؟ احولهم لهكس. يبقى لي كده ده وايضا سؤال واحد ده كده ثلاثة أربعة خمسة دي بقى ايه مش محتاج انا بقى بس ايه عايز توفقها ايه لفه المهم لحد كده احنا عملنا ايه خطوات ادي الكونتين ستات الميموري ادريسيز بص دي واحد ماشي اثنين اربعة ثمانية يبقى كام؟ 16 و 4 8 نص 4 نص 3 2 نص 14 16 14 يعني 14 انا غلطان. دي كده محطوطه من عين لو وحايه كلها وحايه بس لو كلها وحايه اف صح؟ ايوه مش احنا بندبل يبقى اللي قبلها على طول كان ايه؟ كان ثلاث وحيد زيرو هي مين؟ اليت وراحت المكتب. ايوه يا اسطى لخبطها كده يا اسطى المهم كلام معايا بس معايا فالمهم دلوقتي احنا عايزين نبتدي نشتغل على مين؟ على اول امر. اول امر بالنسبه لي اللي هو كان مين؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان انا بعمل فيتش وبعد كده اكسكيوت. اول امر عندي اللي هو كان مين؟ اهو 1 0 E 9 0 9 ده كان موجود فين؟ اول امر. انا دلوقتي اول حاجه بعملها ان انا بروح على الادرس ده. طيب انا عندي البروجرام كاونتر من الاكيوميليتور ومين تاني؟ من اي ار. هاجي من اول خطوه اللي هي مين؟ اول سايكل اللي هي الفيتش بتاع مين؟ بتاع اول امر. هروح على ايه؟ الاول عندي ادرس كام؟ 0 A 0 A 0 0 هروح جاي رايح على الامر. الامر فين؟ واحد 0 E 0 9 الواحد ده معناه ايه؟ لود من الميموري. الميموري اللي هو مين؟ 0 لا 0 9 يعني انا عندي الاوبكود واحد بس اللي هو الواحد. طبعا لحد هنا في الفيتش انا ما عنديش اكيوميليتور. حلو كده؟ هاجي بقى فين؟ في ال الاكسكيوت ستور. يبقى عندي هنا بروجرام كاونتر وعندي الاكيوميليتور وعندي الاي ار. الاي ار اللي عندي اللي هو مين؟ اللي هو 10 9 هروح على 10 E 09 يعني عندي على 0 E 9 اللي هو ده.
أيوة. كم اللي في كام؟ خمس أصفار. وده حطها فين؟ في الـ ماشي بروجرام كونتر يبقى زيرو ايه زيرو واحد راح جاي رايح على الخطوه اللي بعد كده السايكل اللي بعدها اكسبانشن 402 اعمل الريفرش بتاعه بي سي راح جاي رايح البي سي بي سي بروجرام كونتر زيرو ايه زيرو واحد بروجرام كونتر عندي هنا زيرو ايه زيرو واحد هاي ار كام 50 بي رايح بعد كده لمين للاكسكيوت البي سي والاي سي والاي والاي مش معنى ان انا قلت لك مفيش اكيوميليتور في الفيتش ان القيمه بتاعت الاكيوميليتور اتمسحت عشان ده سؤال برضه كان بيجي لسه موجود ان انا وانا في الفيتش هنا لسه ما نقلتش القيمه بتاعت الاكيوميليتور لسه صفر زي ما هي ما اتغيرتش اه ايوه الحته المعلومه دي واصله ايوه يعني انا في الفيتش في الفيتش المهم في الفيتش لما انا هنا في الفيتش لما انا ما قلتلكش ان انا عملت اي شغل على الكمبيوتر في الفيتش يبقى معنى كده الفيتش ما اتغيرش. ماشي. هاجي هنا الكمبيوتر بقى كام؟ رقم 2 الامر 5 5 ده اللي هو مين؟ اجمع الكمبيوتر على الميموري لوكيشن 0 اي 0 بي 0 اي 0 بي اللي هو ده يبقى الرقم ده هيروح فين؟ في الاكيوميتر لما هتجيب على 0 0 a 0 0 3 x والاكيوميتر هنا كان هنا ده كان 50 c 0 b والبروجرام كاونتر 0 a 0 مين؟ اللي هو اللي بعده مش المفروض اللي هو قال ايه تمام فيتش وبالتالي هاجي على الفيتش في الفيتش انا عندي مين؟ سي والاكيوميليتر والاي ار هنا 0 اي 0 اللي هو كام؟ دي احنا عملناها ولا لسه ما عملناهاش؟ ما عملناهاش دي 50 اي 0 ايه وي اوكي رايح في الاكسكيو عندي بروجرام كاونتر الاكيوميليتور والاي ار والاي ار والاي ار كام 50 اي 0 اي 0 اي الاكيوميليتور كان فيه كام 0 اي الاكيوميليتور كان فيه كام 0 0 القيمه اللي على القديمه اللي هي 0 ايه 0 0 3 هنجمعها على 0 E08 هي دي اللي هم دول اجمع بقى ايوه بالظبط ايوه ايوه اف 2 0 7 5 دي هتساوي ايه بقى؟ ثانية واحدة دكتور لا مش واحدة واحدة 5 و3 8 1 7 7 0 7 7 0 و0 0 ايه اف اف لا في اللي هو 15 0 0 10 0 10 لا يا دكتور ايه يا دكتور هي 0 ايه تمام اف بقى كام 15 15 15 زائد 0 0 يبقى اف بديل ما دكتور ممكن نبدل يعني بدل نخلي الاي دي مكان الزيرو عشان نشوفها تتجمع زي ما عايز انا هادرك في الكلام هنا انا طلعت ايه؟ طلعت عمليه جمع
بس مفيش كاري. ودي كانت اللعبه. ايوه ايوه بص هنا هنا انا قايل لك ايه جامب تو اسبيسيفايد ادريس اف نو كاري نو كاري حلو كده. طيب لو في كاري هيبقى دكتور الناتج مكانهم هنقسم بقى على الكاري على حسب كام يعني لو لو الاف والاي مثلا نحسبها اف وايه في كاري هتسكيب دي وتخش على مين خلاص لو في كاري لو هنا بيقول نو كاري اصلا اف نو كاري لو مفيش كاري جامب اه يبقى انت هتعمل جامب طب اف في كاري مش هنعمل جامب خش على بتاع فاحنا هنا نكمل بس وارجع لك على الحته بتاعتك انا هنا في الحاله دي هو بيقول لي جامب 0 اي 0 2 لا احنا يا دكتور لسه هي يا ابني هي دي اه ماشي السؤال اللي بعده بقى يعني انا دي كده حطينا هنا نكمل وقت حطينا هنا اف اي اي تمام قبل ما نسكيب الحته دي هجاوب لك عليها بالمره لو انا جيت عملت كام يعني الاي مع الاف 0 اي ايوه كده يا دكتور هناخد ده كقيمتها ال 10 ودي قيمتها ال 16 هنا الزيرو موجود صح؟ اه ده كده كام؟ 15 و10 25 و10 كام؟ 25 هتطرح منهم 16 16 اه 9 يبقى هنا كام؟ 9 يبقى هنا 9 وبعديها 1 والكاري الكاري ده بيتخزن فين؟ في الميموري اللي وراه على طول يعني ده انت حطيته في الاكيميليتور ده لو تفتكروا كان عندنا فيه زمان اول ما شرحنا في ريجستر تاني اسمه ام كيو الاول خالص اللي هو في الفون يومي فانت عندك الكاري بيتخزن في الام كيو والرقم ده اللي هو ليست اتخزن فين في الاكيميليتور لما اجي اخزنهم في الميموري لو انا قلت لك الحته دي بقى بص دي راحت فين اهي اللي هي دي اللي هو احنا هنا احنا هنا هاجي بعد كده لسه عم بلسه عم هاجي اقول له ايه اقول له جامب للاي 0 اي 0 2 لو انا عندي انا بقول لك جامب لو ايه؟ لو ما فيش كاري حلو كده؟ لو ما فيش كاري يبقى في الحاله دي هروح فين؟ جامب لزيرو اي زيرو لا هي دي كده المفروض كان دي مش زيرو اي زيرو اتنين بقى زيرو اي زيرو دي مثلا حلو كده؟ يبقى انا هاجي فين؟ هاجي هنا زيرو اي زيرو دي حلو كده؟ فهنا في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيروح يخزن القيمه الاولانيه اللي هي كانت كام عندك؟ 9 9 0 0 7 7 دقيقة بس ما وصلناش لسه للجامب يعني انا عايز اقول لك معلومه وارجع تاني ماشي بص ماشي في الحاله دي لو انا ما عنديش ايه؟ مش كاري فهينط يخزنها في دي اه طب لو في كاري هيخزن الاولانيه هنا واللي هي في الام كيو اللي هو الكاري ده في اللي وراها على طول 0 اي 0 اي يبقى الواحد هنا هيبقى 1 0 0 0 0 يبقى انا عندي الكونتين اتخزنوا في الميموري الداتا الليست 0 اي 0 سي والموست اللي هو الكاري 0 اي 0 يعني دي ودي الاثنين لوكيشن اللي ورا بعض اللي هو 0 اي 0 دي و 0 اي 0 اي لو كان قال لي ان هو في كاري لو في كاري ورحت سيبتهم فين؟ في الميموري. طب افرض ما فيش كاري مش هنط هنط وستور القيمه اللي هي دكتور هو معلش هو احنا لما طلعنا من 16 دوت عدد الادريسز هقول لك ليه 16 ده؟ البيز بتاع الهكس كام؟ 16 16 مش احنا لما كنا بنيجي نروح في النظام العاشر اخد بورو او استلف مش كنت بستلف 10 10 نفس الفكره لما استلف هستلف مين؟ 16 البيز اللي هو 16 النظام العاشر كنت بستلف البيز كام؟ 10 هنا بستلف البيس 16 وصلت؟ هنا يا دكتور بعدين ايوه البي سي هكتب انا ساعتها 0 اي 0 3 ولا 0 اي 0 4
بس كل موضوع بقى عشان تعال نرجع بقى هنا مفيش كاري هلا جامد لا لسه مفيش كاري ايوه ايوه هنعمل جامد هنا دي حصل جمع بس مفيش ايه كم مفيش كم هاجي اللي السطر اللي بعد اللي هو الانستراكشن رقم 4 هو سميت الكلام هاجي على الفيتش وهاجي اكسكيوت هاجي على الفيتش محتاج مين 0803 هي ايه زيرو 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 زيرو ايه زيرو دي جمب لو انا عندي هنا جمب لو ايه لو ما فيش كاري ما فيش كاري صح كده فانا اللي هيحصل ايه انا جمب ما فيش كاري حصل كاري لا ما حصلش جمب لمين زيرو ايه زيرو دي لا زيرو لا انت عارف جمب ازاي جمب لزيرو الاثنين زيرو ايه هي كانت صح على فكره انا بقول لحضرتك احنا عملناها هي كانت 0 ايه 0 2 تمام معلش ايوه انت عملتها دلوقتي عشان اظبط لك انا ايوه انا بقول لحضرتك 0 2 تمام كده يبقى انا هعمل ايه لو انا عندي كاري لو ما عنديش كاري اجامب تاني لهنا مش عارف عشان ما بقولها ايوه بس هو البرنامج بيقول لك جامب للسبيسيفايد سبيسيفايد لوكيشن اللي هو كام 0 ايه 0 2 الجامب ده كده او كده الجامب عادي عايز مش بقول لك جامب بتعمل الجامب بتاعك فانت هترجع تاني 0 ايه 0 2 ده طلبات البرنامج تمام فيبقى في الحاله دي اروح جاي رايح هنا حاطط بروجرام كاونتر والاكوميليتور واي ار والار ار الاي ار اللي عندي كام اي 0 اي 0 2 هروح جاي رايح فين؟ رايح اللي بعدها على هنا صح؟ في الحالة دي الأكيوميليتور اتغير؟ أنا عملت جامب الأكيوميليتور اتغير؟ لا أنا لسه عملت جامب أنا جمعت ولا طرحت ولا جيت جنب ده طلعت الجامب لفوق ولا لما طلعت طلعت لفوق هنا الأكيوميليتور بتاعي اتغير؟ لا هو ما عملش أي عملية يبقى الأكيوميليتور لسه في الحالة دي اللي هي كانت كام؟ اف اف ايه 07 اف ايه 078 وهحط البروجرام كاونتر اللي بعده كام؟ 0 ايه 04 04 تمام؟ هتصور دي عشان بس اخش اللي بعده دكتور هو الجامب الجامب مش بيبقى تحت دكتور تطلع في فورورد وباكورد الجامب في فورورد وباكورد يعني ممكن اجامب لفوق ممكن اجامب لتحت على حسب ما هو ان في سيكونس برنامج فانا هنا الحاله دي انا كنت فين؟ انا كنت هنا وصلت هنا الامر ده قال لي ارجع ستيب تاني للادرس 0 اي 0 2 حلو كده؟ مش بقى بعد ما ارجع لها المفروض ان انا احط في البي سي هرجع ماشي انا لا انا ماشي بمين؟ انا رجعت هنا ف 0 اي 0 2 ايوه صح يبقى هنا البروجرام كاونتر الجديد 0 اي 0 2 لان انا رجعت جامب ورا كده يبقى رجعت ورا يبقى هنا البروجرام كاونتر الجديد 0 اي 0 2 تمام كويس انتوا مركزين اي خدمه ماشي انا بس بس يا جدعان لا انا متوقع طيب ليه معايا بس الاول لحد كده لحد كده انا عملت جامب باكورد ستيب لو رجعت ورا خطوه 0 اي 0 2 لحد هنا بس انتوا فاهمين ولا وقعتوا؟ لا تمام لحد هنا انا ما غيرتش ما عملناش اي حاجه ان احنا عملنا اي جامب بس لكن ما غيرتش في الاكيوليتور خالص خلاص انا مسحت تمام يعني انا هنط الادس اللي جنب الاي ايوه اه
ما انت هتحط ازاي غير لما انت عارف انت رايح فين؟ لازم يحدد لك انت رايح جامب مين. فانت عملت جامب دي 0 ايه 0 2 اهي. تمام؟ لو عايز نجمب ال 0 4 يعني هو مثلا هيبقى 0 4 هينزل تحت بالظبط. تعالى بقى نشوف الخمسه 0 ايه 0 6 هنا كده الخطوه الخمسه. هاجي على الفيتش، الفيتش عندي مين؟ 0E03 مين سي؟ حط جنبه الـ IC؟ لا، حط الـ IC هنا بقينا كان كام تاني؟ 0A02 هنا كام؟ 5E03 هاجي هنا عندي البروجرام كاونتر وعندي الأكيميليتور وعندي الاي ار. الاي ار اللي عندي كام؟ 50E0A ان انا هجمع على محتويات الاكيوميليتور القيمه اللي موجوده في الميموري 0A0A اللي هو 0075. يبقى اجي هنا اروح جاي حاطط ده تحت بعض اهي اف اي يبقى اف 0075 7 5 تعالى نجمع بقى 5 8 13 سي 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 15 و15 ناقص 16 يبقى 14 اي 14 اي 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 يا جاري واحد انت مش هنعمل الجامب ايه على مين ايوه في جاري مش 15 في جاري هنعملها سريع والجاري رايح فين هجامب هاجي هنا في جاري او في جاري مش هنط جاي رايح فين ستوري راح اللي بعدها 20 استنى بس الاول عشان قبل ما ننط كده 6 رقم 6 بيتش و6 اكسكيوت هنا البروجرام كاونتر وهنا الهاي باور وهنا البروجرام كاونتر الاي ار والاكيميليتور طبعا هنا اي اي 0 اي دي ومعايا كاري اللي هو بيتحط فين؟ جيم كيو 1 0 0 0 هنا بقى البروجرام كاونتر بتاع هنا كام؟ الاي ار بقى الجديد هو ده اللي هيختلف في البروجرام كاونتر ليه؟ هنا الاي ار كان بتاعنا كان اي 0 اي 0 2 تعالى بقى هنا البروجرام كاونتر الجديد دي النقطه بقى هينط لفوق ولا هينط لتحت؟ هينط لتحت يبقى البروجرام كاونتر الجديد 0 اي 0 4 واخدين بالكم بس الغايه في الاكسكيوت هنا ايه؟ لما يكون كاري بيقل كاري الغايه في الاكسكيوت انه ما نطش لفوق نط لتحت الاكيوميليتور زي ما هو ما اتغيرش ماشي الاي ار والاي ار لسه الجديده هنروح لها مش احنا بنروح الاي ار الجديده عن طريق البروجرام كاونتر يبقى انا في الاكسكيوت هنا بحدد انا رايح فين يعني بحدد هل هاجي تحت ولا هطلع فوق عشان البروجرام كاونتر ده بيحط فيه الادرس بتاع الانستراكشن الجديد يبقى انا هحط هنا الانستراكشن بتاع الادرس الجديد في المره اللي فاتت انا روحت منين؟ ال 0 اي 0 2 عشان الجامب قال يرجع لورا عشان مفيش جري المره دي لا في جري المره دي في جري يبقى انا مش ايه مش هنط تاني لا هرجع هنزل لتحت تمام فيبقى الاكيوميليتور يبقى البروجرام كاونتر الجديد بتاعي 0 اي 0 4 الخطوه اللي بعدها ماشي طب يا دكتور دي كانت التركه اللي كانت موجوده في السؤال
لما عمل جنب الفور وجمعنا دول عرفت منين انا معايا كام اهو يا ابني ما انا جمعت ماشي انا جمعت لحد هنا اشتغل 30 دول شيل منهم 16 في عندك رقم يمثل ال 30 طيب اخر قيمة عندك في الخانة الواحدة كام اف هي تمثل 15 في عندك 14 زيادة شوفين في ال بالتالي بتاخد ال 14 وال 16 زيادة كام مش احنا طرحنا 16 16 ده يمثل ايه في كلمة واحد احنا لما قلنا نروح نستلف الرقم العشري كنا مستلف 10 مستلف 1 من الخانة اللي فوقيها يعني من العشرات من المئات او من المئات هتفرق في العشرات فدي فيها ايه 10 دي البيز بتاعك كام 10 هنا لما البرو عندك بكام 16 اللي من البيز كام 16 فانا هنا لما طرحت تحت كام 16 فانا الكاري عندك الواحد يمثل 16 فانا ال 16 لما طرحهم من ال 30 يفضل لك 14 اللي هو مين الكيلو والواحد ده بقى ال 16 ده بقى وكاري واحد تمام فحصل عندي كاري الكاري ده عارف خزنته فين في الريجستر اللي اسمه ام كي هم اللي قبلها لما انا طرحت وانا طرحت 16 برضه لا خلاص يعني 16 وبقى معاه واحد ماشي بس المره اللي فاتت ما كانش 25 احنا عملنا 25 دي تعديل لما هو معاه بدل انا مش معاه يعني كان معانا كاري برضه فيها اول مره ما كانش معانا كاري كان المفروض بص كان الناتج اف اي 087 هو قال لي لو انا عكست اخر خدين هو فاهم اف وايه انا فاهم لا لما حضرتك بقى جمعت لما قلت لما جمعت ما كانش فيه كاري ما طرحت منها 16 طرحت يا ابني لما طرحت هو قال لي لما عديت الخطوه اللي جايه احنا وصلنا لغايه دلوقتي الايه وصلنا ان انا حافظ اخر خطوه الستيب السبعه فينش سبعه اكسكيوت هنا انا محتاج بي سي بي سي اي ار والاي ار هنا بي سي بي سي اكيميليتر والاي ار اي ار لا بي سي اي ار تعالى بقى نشوف انا هنا مين 0 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
بس يا شباب بس يا شباب بس تعالوا نروح الاثنين ده معناه ايه؟ ستور فين؟ انتي ميموري في الميموري. يبقى ياخد البروتين بتاع الاكيميليتور دول ما فوقش جامعه اهو. القيمه الاخيره اللي هي كام؟ اي زيرو اي دي. وعندك هنا الاكيميليتور كان كام الكاري؟ واحد. وهنا البروجرام كاونتر المفروض هي هيبقى بتاع مين؟ بتاع اللي جاي. اصبر بس عليا. هنا قال لي ايه؟ قال لي الاثنين ده معناها خزن القيمه بتاعت الاكيميليتور في زيرو ايه؟ في زيرو اي ولا ايه ده؟ الزيرو في زيرو ايه زيرو ناقص 2 9 يا فين دي يا زوجي؟ زيرو اي زيرو 9 اهي. لا لا الاصفار زيرو اي زيرو 9 دي. يبقى نروح تمسح الرقم ده وتحط الكبار اللي هي ايه؟ القيمه اللي هي اي زيرو اي دي. طيب الاكيوميتر احطه فين؟ احطه في العدد. تمسح ده زيرو كاري قصدي شنو كاري شنو بس والبي سي حلو حاجه والبي سي لا هتكتب كده كان زيرو اي زيرو 4 تكتب زيرو اي زيرو 4 بعدها بقى مين بتاعك؟ بتاعك اللي هو كان اكثر ويتش يا دكتور.